ربطني كشوفوا لونين الابيض والاحمر مباشره يمكن نقولوا فريق فتح الرباط. هذا الفريق هذا ضم صفوفه لاعبين كبار سنوات السبعينات والثمانينات ونافس من اجل الادوار الطلائعيه في القسم الوطني الاول. انت من فوق ولا في مرتعينا تقول هذا الفريق واش يلعب دفاعي؟ هو ما تيلعبش دفاعي بقدر ما يلعب بما انه هو هاوي في الفكره ديالو تيسجل الهدف وبدون ما تقول بلا ما تيرد البال تلقى راسو لاعب دفاعي. صبت اساسا في سبيل تحقيق انسجام مثالي بين الصفوف وفك لغز التهديف وبناء الهجومات. المشكل اللي تنشوفو اللي تنحاولو نطبقو هو فعلا اصلاح الفوتبول الوقت الحالي تعتمد في لا ترانزيسيون سافودير بين الدفاع والهجوم تيكون هناك لي ترانزيسيون بيناتهم اللي ما بين كاين الفوتبول الحديث هو اللي تعتمد على المساحة والوقت واستغلال الوقت والمساحة اللي تاخد صافي دير هنا فين حنا تنعملو باش نقربو الخطوط باش يكونوا متساوية باش يكونوا متساويين سواء لا دفاعيا ولا هجوميا. لي مومغ اللي عندنا حنا كاينين تا